السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم بابا ناتشورال. سعيدة بلقياكم مرة أخرى تحت الطلبات ديالكم. نقدم لكم الطريقة ديالي في طهي العدس بخضار الموسم. دونك عندنا القدرة كما كتلاحظوا فيها المغليان والقدر اللي غيكفينا العدس ديالنا اللي نقعناه من الليل. بسم الله. كنديروا الكميه، كنغسلوه، كنكونوا منقينه ونغسلوه مزيان، وكنحطوه يعني في شي قدره ديال الطين هكا ولا الا ديال الزاج، وكنغمروه بالماء مزيان، وكنخليوه يعني على الاقل واحد 8 ساعات منقوع. هذه العمليه جد مهمه، كتساعدنا باش نتخلصوا على يعني المكونات اللي كتكون غير مرغوب فيها، ويعني كنطلقوا الانزيمات كنحرروها باش يسهل الهضم ان شاء الله للعدس ديالنا او الحمص ولا اي قطاني اي بقوليات بالنسبه لاخواننا العرب. دونك الطهي ما كيكونش مده طويله باذن الله. دونك ما كنديروا حتى شي حاجه مع القدره ديالنا، الماء فقط غليان نغطيو عليها، يعني من غيبدا يغلى الماء مزيان نقصوا النار ديالنا ونخليوها كطها، غير نشوفوها دخلها الطياب باذن الله. يعني هذه العمليه كتاخذ لنا واحد نصف ساعه تقريبا، وغنشوفوا تتمه الطهي باذن الله. حنا رجعنا من بعد ما طاب العدس ديالنا، هانتوما كتشوفوا ها هو الترخاص بارك الله. دونك دابا غنشوفوا المكونات ديالنا اللي عندنا هنايا. خضر الموسم عندنا البصل بواحد الكميه مقطع قطع صغيره، عندنا القرن الاحمر، عندنا البطاطس الحلوه اللي خليتها بالقشر ديالها كما كتشوفوا، انا عندي ما متعرضش للمبيدات. عندي غنسم بورق الغار كيجي واحد المذاق رائع كيسهل الهضم كذلك، فلفل حار اللي بغاه. دونك كنكتفي بهذه المكونات. دونك اول حاجه غنديرها نضيفها هي البصل. دونك غنضيف البصل ديالي، غنشوفو من بعضياتنا التوابل. دونك هي الطريقة الصحيحة واللي كيجي فيها حتى الطبق كيجي لذيذ، وكاين اللي كيدير بعد يعني كيطيب العدس بوحدو وكيطيب يعني نبغي نقولو الصلصة في قدرة. هذه طريقة الا بغيتو ديروها، ولكن انا كنفضل هذه حيت كيحدد داك التناغم والتجانس ديال العدس، كيتشرب مزيان من النكهات ديال الخضر والتوابل. وكتعرفوا بان كل ما القطنيه يعني البقوليات كل ما طهات مده طويله وعلى نار مهيله، كل ما حنا كنساعدوا في عمليه الهضم ديالها باذن الله. دونك داكشي علاش انا كنفضل ندير هذه الطريقه هذه على الطريقه الاخرى. دونك درنا البصل، غنديروا التوابل. ندير ورق الغار عندي هنايا، كتشوفوا الثوم كما وريتكم بالقشر ديالو، ها هو عندي بلدي هذا القشر ديالو باش نستافدو من القشر باذن الله. دونك دابا غنشوفوا التوابل. اول حاجه غنديروا الزنجبيل، عندنا الحل بارد نديروا شويه واحد الكميه، عندنا الكركم خرقوم البلدي، كنعاود كنضيف واحد الكميه من العيال المغنطفه باذن الله. عندي الكرويه يعني التاب اللي كنصحكم يعني تدخلوا في الطهي ديالكم، ها هي الكرويه لو كارفي. اخوات اللي في المهجر اللي ما عارفينش الاسم ديالو بالعربيه، الكرويه لو كارفي تقدروا تقلبوا عليه موجود. يعني دابا غندير واحد الكميه دابا، والكميه ملي كنبغي ماشي بقى المذاق ديالها. عندي القرفه اللي رائعه، يعني صدقوني جربوها في القطاني كتمد واحد المذاق يعني هائل، خصكم تجربوا باش تعرفوا المذاق اللي كنتكلم عليه، وكتيسر لهاد القطاني والبقوليات. دونك الناس اللي عندهم مشاكل يعني ما كيقدروش يستهلكوا القرفه يعني بطبيعه الحال يقدروا يتجنبوها، والناس يعني انا كنتكلم مع الناس بصفه عامه، هاد القرفة كتمد واحد المذاق هائل 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 هائل، يعني غير صدقوني جربوه
وضفوه في القطاني ديالكم. عندي القرفه يعني كندير واحد الكميه بسيطه يعني ماشي، ولكني كتحسي بالمذاق ديالها ما شاء الله في القطاني. وعندنا الملح، فوالا دونك تمازج هاد المكونات، وداك الساعه غنضيف الخضره يعني غير تمازج. نديرو زيت الزيتون، نضيفو زيت الزيتون بعد ما غلات القدره ديالنا بالمكونات اللي درنا التوابل والبصل. غنضيفو دابا القرع الاحمر. نتوما يمكن لكم تضيفوا كلشي في مره واحده الا بغيتوا باش تربحوا الوقت، يعني انا كنبغي الخضره شويه ما كنبغيهاش طها يعني 100%. دونك لكم الحريه. هنا نحيد هذه الفلفله الحمراء، الفلفله الحاره عفوا باش ما تقليش الحراريه، بغينا البنه. دونك صدقوني كيجي العدس يعني منكب هاد الخضار هادو اللي كتعرفوا يعني المذاق ديالها رائع، وكتكون واحد الوجبه يعني متكامله كنعطيوها للاطفال ديالنا وحنا مطمئنين. فيها خضار، فيها بروتينات نباتيه. فوالا دونك نخليو هادشي يتعرفوا على بعضياتهم. دائما على نار مهيله، وكملوا الفيديو باش تشوفوا التتمه ديال التوابل والتنسيمات اللي غنضيفوا في الاخر باذن الله. انا قربوا نطفو دابا، نضيفو كميه الكهول حسب الكميه ديال العدس اللي عندكم ونطفيو. نتوما كتشوفوا العدسه ديالنا عقدات، ومني غطفيو مازال حتى كتعرفوا كي شفت الحراره مازال غيتعقد وغتلبى لينا العديسه ديالنا. دونك غادي نطفيو ونخليوه ينسجم مع هاد الكمون. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال العدس ديالنا بعد ما كنا درنا له الكمون في التالي وطفينا على النار. دابا غادي نديرو المنسم اللي غنديرو الهضيم هو الزعتر، ها هو عندنا هنا ميبس، كنحكوه ما بين صبعنا بحال هكا كنديروه حتى للتالي باش كنساعدو بالهضم ان شاء الله. دونك ما كاينه حتى شي حجه على الناس اللي كيقول لك القطاني كتسبب الغازات، المشكل كان في الامعاء ديالنا ماشي في الاغذيه والطريقه ديال الطهي اللي كنا والاواني اللي كنا كنتعاملوا فيها وكنطهيو فيها. دونك هاد رشه الزعتر مهمه وكتعطيها المذاق راكم عارفين، يعني رشه خفيفه في كل في الطبق اللي كنبغيو نتناولوه. دونك والفيتامين سي اللي غادي نجيبوه غنرافقو بالفلفل الاخضر اللي شفتو معايا معقد مخلل، ولا اي خضره عندكم مخلله كتحطوا واحد الكميه بسيطه كافيه باذن الله، ماشي هي اللي كتساعدكم كذلك تهضموا الطبق. دونك هذا طبق كامل متكامل كنتناولوه وما نحتاجو معاه حتى شي حاجه لا خبز لا والو، يعني مغذي للاطفال والمراه. كنركز على المراه خاصه. دونك بدون لحوم. كنتمنى تكونوا يعني تبعتوا معايا الخطوات ويعني ونفهموا كيفاش يعني نغيروا من داك الطريقه يعني القديمه اللي كانت عندنا لطهي القطاني ونطهيو بطريقه يعني جديده وصحيحه مع التوابل اللي كتنكه وكتضيف ليها قيمه غذائيه باذن الله. بان العدس بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا راه ما كياخذش الوقت واخا في القدره ديال الطين، بما ان كنقعوه يعني اكثر يعني اطول مده، يعني اطول مده قدرتوا تنقعوا فيها غيسهل لكم وغينقص لكم من وقت الطهي وحتى الجوده ديال الطعام باذن الله، وما نساوش المذاق كيكون حاضر بيان سيغ في اواني الطينيه. دونك نشكركم على المتابعه والى الملتقى في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.